أهلا بكم إلى أهم أخبار موريتانيا، وهذه عناوينها: الصحة تنفي تسجيل وفيات في الجانت بسبب الحرارة، والسكان يردون، نقابة الأساتذة تدعو إلى مراجعة مناهج المدارس الأجنبية، والجمارك وأفسن وهذيبو يبلغان نهائي كأس رئيس الجمهورية. نفت الإدارة الجهوية للصحة في الجانت وجود وفيات أطفال بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن درجات الحرارة بالولاية مرتفعة، ورغم ذلك لم تسجل مصالحها حالة وفاة واحدة. ونشر سكان الولاية قائمة بأسماء أطفال ومسنين توفوا خلال الأيام الماضية، زاعمين أن موجة الحر هي السبب. دعت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي إلى مراجعة شاملة لطريقة التعامل مع المدارس الأجنبية في البلد، مشددة على التزامها بتدريس المناهج التربوية الوطنية. ووصفت في بيان حفل اختتام السنة الدراسية لدرس الأطر الأجنبية بأنه استفزاز وتحدي لمشاعر الشعب الموريتاني وفق تعبير البيان. انطلقت اليوم بسنغافورة منافسات النسخة الأولى من أسبوع الرياضة الأولمبية التي يشارك فيها اللاعب الموريتاني الدولي محمد يحيى بيه، وتشرف اللجنة الأولمبية الدولية على هذه المنافسات، ويحتضنها مركز المؤتمرات الدولي المخصص للرياضات التنافسية وألعاب الفيديو والرياضات الافتراضية. نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة نواكشوط دورة تكوينية لصالح المحامين والقضاة، وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دور ومهام اللجان الوطنية لحقوق الإنسان سيكون جزءا مهما من هذا التكوين. أسفرت منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس رئيس الجمهورية عن تأهل نادي FC مواذيبو والجمارك للمباراة النهائية، ووصل الناديان إلى الدور النهائي على حساب الشمال ودرك توالية خلال مواجهتي نصف النهائي المقامتان أمس في ملعب شيخ بيديا بالعاصمة نواكشوط. أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات نتائج إعادة الاقتراع والفرز التي جرت يومي 23 و24 يونيو الجاري في 12 مكتباً موزعة على 3 ولايات، وذلك تنفيذاً لقرارات المحكمة العليا. وأظهرت النتائج فوز مرشحين كانوا خسروا في النتائج الأولى. نهاية النشرة، وإلى اللقاء.